يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، الأسكندرية 30-20، مطروح 29-19، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 37-22. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 23، العريش 33-20، طابة 36-23، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 39-28. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 28، أسوان 44-28، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 39-27، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.